فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على فريق نجوم الهلال والنصر السعوديين بنتيجة 5-4 في مواجهة مثيرة أقيمت على استاد الملك فهد الدولي. تناوب على تسجيل أهداف فريق العاصمة الفرنسية ليونيل ميسي وكانيوس وسيرخيو راموس وكيليان مبابي وهوجو إيكيتيكي، وعلى الجانب الآخر أحرز كريستيانو رونالدو بوقع هدفين وجانكسو وتاليسكا أهداف فريق نجوم الهلال والنصر السعوديين.